سرعة الرياح قد تصل حتى 270 كيلومتراً في الساعة، أضرار جسيمة وكارثية على طول الساحل الغربي لفلوريدا، تحذيرات شديدة بشأن إعصار ميلتون، والمركز الوطني الأمريكي للأعاصير يقرع ناقوس الخطر. لكن كيف تقاس شدة الأعاصير؟ وكيف يمكن جمع البيانات والمعلومات الضرورية حول التنبؤ باقتراب الإعصار وتقدير خطورته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟ هي مهمة صائدي الأعاصير، هل سمعتم بهذا المصطلح من قبل؟ صائدو الأعاصير هم طواقم جوية متخصصة يطيرون داخل الأعاصير لجمع بياناتها، حيث يجمعون معلومات مثل سرعة الرياح والضغط الجوي ودرجة الحرارة من داخل الإعصار، وتعتبر القياسات التي يحصلون عليها عنصراً هاماً في تنبؤات مسار الإعصار وشدته، والتي قد تحدد الفرق بين الحياة والموت بالنسبة للمقيمين في منطقة الخطر. أما نقطة عين الإعصار فيسعى صائدو الأعاصير للوصول إليها، حيث تكون سرعة الرياح فيها صفراً، ولكن حتى يصلوا إلى مركز العين عليهم أن يعبروا أولاً جدار العين الذي قد تصل سرعة الرياح فيه لمئات الكيلومترات في الساعة، والشعور كأن الغوريلا تقفز على المركبة بحسب تعبير أحد صائدي الأعاصير. لهذه المهمة تستخدم طائرات خاصة مثل طائرة سوبر هيرولكس الملقبة بشاحنة الوحش، ورغم تصميمها الخاص والمتين تصبح هذه الطائرات متهالكة في نهاية موسم الأعاصير.